تعرف هذا اذا حط بيزك طال النظاره كسرها. عضوي بقلبي طبعا هسه مثل ما جاي تشوفون هاي الاستراحه الاولى على الطريق. الله جاي اعيش ايام العراق والاجواء مال العراق ولا بس وين بالاردن الحبيبه. طبعا راح نطب هنا نشتري كوفي لان راسي مصدع بعدني ما مصحصح. وهاي طلبنا هسه الكافيه وننتظر الباص مالتنا ونروح. حبايب قلبي طبعا هسه وصلنا للموقف مال البيترا. طبعا ورانا ماشي 7 كيلوات مثل ما جاي تشوفون الباصات والعالم ما شاء الله. طبعا هذا الجروب مالتنا وعبد الله العرفه تدري لهم اليوم الاجواء فول. ها رحله راح تكون للعمر مميزه ان شاء الله. وهذا نال الشباب الاردني وحبايبنا ولزقوا يابا. هذا الشماغ الاردني الاصلي اليوم راح البسه. ها ما شاء الله. طبعا هسه بس نحطه على التتر بعدين نشده. يابا من هنا وهسه راح نسلك الطريق. هاي ما شاء الله اشوف العالم عشرات عشرات. يا الله ولا رايحين بالطريق هسه راح نوصل لهم ان شاء الله يا عيال. ما شاء الله شنو الاجواء الحارة الطيبة. طبعا هنا الانتظار على التيكت مثل ما جاي تشوفون بس كان تعاملهم جدا جميل ويا العراقيين. طبعا هاي اول ما ندخل من البوابة هنا مثل ما جاي تشوفون التيكت هناك نقطعة. هسه راح نروح للمكان بالحصون اخوان بعد الله يستر بس بنفسنا يعني نركب هذا الشيء. عبد الله يلا عبد الله وين حصانك؟ ها ما اعرف اصعد انا لا توكل على الله لا تخاف. يا الله حلو عبويد بطل والله باع التيلة راح صعدت. والله راح انت والله راح انت لا يا اخوان عم الاردن والفرس الاصلي يبا ايه يبا اليوم حيهم الله يا الله اليسر. طبعا هسه نزلنا من الحصونة وراح نكمل بعد مشي تقريبا قال 10 دقائق. هسه هذا منا الدفله مثل ما جاي تشوفون الجبال وطبيعتها وجمالها. طبعا سبحان الله فشي جدا روعه. اتمناكم تجون هنا حبايب قلبي. شنو هاي طبعا خلقه خالق سبحان الله. شنو هاي الجبال فشي شوفون يا اخوان فشي يعني مو طبيعي. شكلك هندي. هندي؟ لا انا مو هندي والله عراقي. طبعا البترا هي في الاردن تبعد تقريبا 3 ساعات بالباص من عمان. يا جماعه الخير طبعا مثل ما جاي تشوفون المكان ما شاء الله. طبعا هاي البترا ورانا والمكان متروس عالم. طبعا هذا الجمال هم بامكانك تصعد تاخذ بين صور وتدفع يعني فتشي رمزي بس العالم ما شاء الله المكان جدا حلو جميل. تعالوا استاذ. طبعا هذا هنا قاعده اردنيه في امكانك تقعد هنا وتاخذ صور وتشرب شاي واسعار رمزيه. وهنا العالم كلها مشغوله بالتصوير لان المكان منظره جميل جدا. طبعا سبحان الله المكان يصير لونه شلون الاحمر هيك وردي فالعالم تنشغل تصعد على الجمال وتاخذ صور. ثانك يو ولا اكشن. اهم نقطه بالمكان طبعا هنا الدليل السياحي مالتنا. كفو منك والله. يلا يا شو مالكن ها مرت عليك هذه؟ لا ستار يا رب. شنو نمشي واسم اسمك؟ اجمل مكان واجمل طلاله هنا لازم الواحد يدفع فلوس يصعد.
راويهم راويهم هنا القاعدة الخليجية ما شاء الله. قصدي القاعدة طبعا ما البترا تعتبر من عجائب السبعة في الأرض. والله كفو منك والله ما قصرت. وهذا المكان طبعا راح نودعه وما كنا نعرف بعد نجي ما نجي لهذا المكان. طبعا هذا المكان اللي صعد له فوق جوانا نشوفه من جوه. وهنا مثل ما جاي تشوفون عادات وتقاليد البدو شاي وعلم الاردني رفرف مش حلاته. وهذا هنا ابو البوابه قاعد يعني اللي يدخل ياخذ منه فلوس والجوله مستمره حبايب قلبي. ان شاء الله احنا ما نقطع بس راح ننزل. Let's go.